أيام قليلة ويبدأ موسم رمضان، والمنافسة بين النجوم ستشهد شكلاً جديداً، خاصة فيما يتعلق بمسلسلات 15 حلقة. وإليكم فيما يلي أبرز المسلسلات التي سيتم عرضها في النصف الأول من موسم رمضان. بداية المنافسة ستكون مع النجم يحيى الفخراني في عتبات البهجة، العمل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد، وسيقدم فيها الفخراني شخصية إنفلونسر على السوشيال ميديا، وسيظهر معه عدد من الوجوه الشابة. دينا الشربيني استثمرت نجاح مسلسل كامل العدد في الموسم الماضي، وستقدم في رمضان 2024 كامل العدد زائد واحد، وستلتقي الجمهور في النصف الأول من شهر رمضان مع نفس أبطال الموسم الأول. مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، وعلى الرغم من أنهما من الوجوه الشابة، لكن الجمهور متحمس لمسلسلهما في الأيام الأولى من رمضان. أكرم حسني روج لمسلسل بابا جيه بطريقة كوميدية تصدرت الترند، وأكد لجمهوره أن العمل سيكون ضمن قائمة الخريطة الرمضانية في الأيام الأولى من شهر رمضان. روجينا قررت أن تتخلى عن مسلسلات 30 حلقة هذا الموسم، وفاجأت الجمهور بأنها ستقدم مسلسل سر إلهي في 15 حلقة فقط. وقررت الشركة المنتجة أن يكون هذا العمل ضمن الأعمال المنافسة في النصف الأول من موسم رمضان. في رأيك أي من الأعمال سيحقق نجاحاً جماهيرياً في النصف الأول من رمضان؟